باذنجان، خيار، بطاطس، طحينية، فلافل، لبن، بيض، طماط، خبز مصري، بطاطس شرايح بعد القلي، فلافل جاهز من برا، باذنجان بعد القلي، طماط شرايح، خيار شرايح، بيض مسلوق، طحينية ولبن وخل، كاتشب وشطة والخبز المصري. قصة بالنص بهالطريقة. فلافل بيض بطاط باذنجان خيار طماط كاتشب شطة طحينية والطعمية صارت جاهزة. وهذا الطعمية ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله على الطعمية. ناقصها حاجتين اللي هو البقدونس والخل اللي هو المخلل اللي هو طرشي بس، ولكن كل شيء تمام ما شاء الله.